شويش في حالة الهجوم، يلعب الكرة أمامية، المحاولة ترجع الآن من بواتسينغ، جميلة كريستيانو قوية، الله جول 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 خيالي من كريستيانو، يا للجمال لفريق نادي العروبة بهذا الأسلوب. المحاولة مستمرة لعبد الله رديف، رديف يحاول الهجوم، هل تأتي الكرة العرضية؟ محاولة بالراس والكرة إلى خارج أرضية الميدان. المحاولة من جواو كوستا لخارج أرضية الملعب عند ميدران الذي يبحث الآن. ألفارو يلعب كرة إلى موسى، موسى عدى، تقدم ديمبلي، جميل، جول 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 جول، الاتفاق يعدل النتيجة. تمريرة إلى رديف يحاول الهجوم والتقدم ولعب الكرة أمامية، ولكن الكرة إلى وجود خطأ على ما يبدو على اللاعب عبد الله، شوف على عبد الله رديف، يلقي البطاقة الصفراء ويشر الكرت الأحمر على عبد الله رديف. في الكرة الماضية وصلت إلى موسى ديمبلي، ديمبلي يتقدم، حلوة التمريرة، جميلة جدا، محاولة خطرة قدام الجول، جول الكوماندوس بأقدام الهولندي. ستكون الكرة خطيرة للعروبة، جودمونسون يفضل لعب كرة أمامية، محاولة بالراس خطيرة جدا، وصلت ولا زالت، تصويبة إلى خارج أرضية الملعب. حلوة 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 الكرة الماضية. تيو يتقدم يبحث عن التمرير، يمشي الكرة إلى جودمونسون، قدمة قوية، تصويبة، يا الله مش معقول، يا الله على الهدف الجميل، جودمونسون جودمونسون، هدف رائع جدا من الايسلندي. نتيجة التعادل الحالية 2-2، الا اذا نشاهد جميلة خطيرة، العروبة يقول لا، العروبة يقول لا ويسجل الثالث، برازيل الشمال. الملعب في هذه اللحظات يطلق الصافرة مشاهدينا الكرام، فخر الجوف